عندما يبدأ طفلك بتناول الطعام، فكري جيداً بالنظافة، فجهاز المناعة لديه أقل تطوراً ومعدته حساسة جداً على الخضروات والفاكهة الطازجة، لذا اغسليها بعناية. استبدل الملح بالأعشاب والتوابل الخفيفة، ويفضل عدم إضافة السكر إلا للضرورة. احرصي على التخلص من الدهون في اللحوم والبذور من الفواكه والخضروات. من الأفضل تهوي الطعام على البخار بشكل كامل للمحافظة على النكهات والعناصر الغذائية. لحفظ الطعام، تأكدي من تاريخي الإنتاج والانتهاء. عدم إعادة تجميد الطعام. إغلاق علبة سيريلاك دقيق الحبوب للأطفال بإحكام بعد كل استعمال، وحفظها في مكان بارد وجاف. استخدام محتويات علبة دقيق الحبوب خلال 4 أسابيع من فتحها، وهكذا يمكنك أن تقدمي لطفلك وجبة صحية ومغذية. نسل سيريلاك، تغذية كبيرة لمعدته الصغيرة.